السلام عليكم، كي داير الاخوان؟ لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنى تكونوا على خير وبخير. الفيديو تاع هذا النهار هذا ان شاء الله درته بالنسبه للناس اللي كيسولوني على واش غنستافدوا من الدعم في هذا الشهر المقبل ان شاء الله ولا لا. نتمنىهم الله الخير. المهم حال الطريقه سهله باش نعرفوا واش غنستافدوا ولا ما نستافدوش. غنتبعو غير هاد المراحل اللي غادي تشوفو دابا ونطلبو من الله الخير للجميع والتوفيق للجميع. المهم تبعو هاد المراحل هادي والله يوفق. كنبداو كندخلو لجوجل، فاش كنديرو البحث غنكتبو الدعم الاجتماعي المباشر، من بعد غندخلو الأول اللي غطلع لنا هنايا، غندخلو لثلاثة الشريطات الفوق، غنديرو الفضاء الخاص، غندخلو وندخلو المعلومات كاملين بالنسبة للجنس واش ذكر ولا أنثى، وكنوليو ندخلو كنديرو الرقم البطاقة الوطنية، من بعد كنديرو الرقم المعرفي، من بعد الرقم المعرفي كندخلو دوك الأرقام لتعاتا وكنديرو البحث وكنتبعو المراحل. كيبقى لنا فاش كيتفتح لنا هاد الشاشه اللي كتشوفوا، فاش غندخلوا الفضاء الخاص ديالنا غادي نتاكدوا من المعلومات اللي غطلع لنا بالنسبه للاسم والرقم المعرفي وبالنسبه للهاتف، يعني المعلومات كلها صحيحه. فاش نتاكدوا بان المعلومات كاملين صحيحه غندخلوا لهذوك الثلاثه النقيطات الفاقه اللي فين ندخل دابا. من بعد ندخلوا لهذ الواجهه، ندخلوا المبالغ المدفوعه كما كتشوفوا، المبالغ المدفوعه غادي تطلع لنا هذه الواجهه هذه. هذه الواجهه هذه هي كما كتشوفوا، كاين المبلغ هو 1000 درهم وتاريخ الاستلام هو 1/1، يعني هذا السيد هذا اللي عنده هذا الدعم هذا راه الدعم تاع شهرين، يعني ان شاء الله التالي نتاع شهر 1 غادي يستافد ب 1000 درهم نتاع الشهر اللي داز نتاع شهر 12 وشهر 1. وباش ما ننساش، فاش تدخلوا في الاول الفضاء ديالكم، يعني هاد البلاصه هادي اللي مكتوبه بالخضر واللون ديالها خضر خصها تكون مفعله، يعني مفعله يعني راه غتستافد من الدعم، خصها ولا بدا تكون مفعله. تشوفوا دابا هذا يعني استافد الشهر اللي داز من 500 درهم، وان شاء الله هذا الشهر هذا غادي يستافد يعني 1/1 من 500 درهم. الاستفاده هي 500 درهم. وفي الاخير نتاع هذا الفيديو ان شاء الله كنتمنى لكم صحه جيده ونتمنى التوفيق للجميع، واي استشاره مرحبا مرحبا مرحبا. اي واحد عنده اي استشاره بغى شي استفاده ولا شي حاجه، حتى في السجل الاجتماعي ولا السكن ولا بالنسبه للدعم ولا امو، اي استشاره مرحبا. حفظكم الله جميعا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.